يتحضر الفنان المغربي عادل أصيل لإطلاق ألبومه الجديد المنتظر رسائل لغادي يتضمن 8 أغاني ورح ينزل 6 منهم قريبا. طبعا ترندين كان موجود بكواليس تصوير واحدة من أغنيات واللي بتحمل عنوان دوكا، وكان عنا لقاء مع عادل يلي عبرنا عن سعادته وحماسه بهالعمل. من كلماتي والحاني هي فاني اكثر من اللي ما عندها شي كلمات اللي هما معبره بزاف، زعما اللي خصهم يكونوا شي ظروف اللي هما خايبه باش نكتبها. تكتبت في الساعه ديال الفرحه واغنيه فرحانه وحاولت نوصل ديك الفرحه للناس اللي غادي يسمعوها. والكليب من اخراج محمد علي العوايي وتم تصوير في مدينه الدار البيضاء في المغرب. اول مره كنتورني في كازا، وخصوصا اول مره كنتورني مع محمد علي. الكليب اخراج ديال محمد علي، ومحمد علي اقترح لي كازا وفرحت، عجبني الحال اول مره نجرب في كازا. ولهيك كان اللقاء مع محمد علي يلي عبرنا عن سعادته بالتعاون مع عادل. الفيلين كل ما داش ما نكونوش في بلاطو، حنا كنتلاقاو قبل، كنسمع لا شونسون قبل، كنبريباريو قبل، دونك ما كانش فيلينغ، ما وصلوش لمرحلة التورناج. راح صافي دابا واحد 15 يوم حنا كنبريباريو اونصومبل، فيلينغ واعر بزاف، احساس خدمنا درنا تخليات كتابة، كتبنا سين باغ سين، ما ديفلوبي لي بيرسوناج اونصومبل، شخصيات كتبناهم وقادينا كل شيء اونصومبل. واكيد حبيك شوف لنا عن قصة الكليب. اللي بغيت نوصل هو انه الفلوس راه ماشي هما كل شيء، راه بنادم يقدر السعادة ماشي هي الفلوس، واللي كتبغي شي واحد بصح ما خصكش تفقد الامل، خاصك تبقى تكافح عليه واخا يكونوا عراقيل، واخا تكون شي قوه ولا هذا. الا كنتي انسان ما ينسد، الا كنتي كتامن بشي حاجه بقى تغزز على بزنانك حتى توصل لها. وصلت الكليب طلبت من عادل مجهود كبير بالتمثيل. كنحاول نجتهد بالحق، هذا الكليب هذا عاود فيه تمثيل اكثر من الكليبات اللي درتهم اخرين، خصوصا محمد علي كي الطريقه ديالو ولا التيم ديالو ديال الخدمه اللي كيعجبني، وحاولت انا ندخل لعندو وصورنا شي حاجات ان شاء الله تشوفوهم يعجبوك. ولانه عادل عودنا على نجاحاته الكبيره بكل عمل بيطلقه، طبيعي يكون عنده تخوف من اصدار اي عمل جديد، لهيك عم ياخذ وقته اكثر. دائما كيكون كل مره كيكون تخوف اكثر، خصوصا ملي كتنجح لك شي اغنيه خصك اللي موراها تكون احسن. هذه اغنيه اخترتها من الالبوم اللي هي ريتميك شويه، حاولت ندخلوا شويه الفرحه للقلوب ديال المتتبعين ديالي ولا المغاربه. بارك علينا شويه، دوزنا واحد العام اللي هو خايب شويه، حاولت أغنية ريتميك فيها شوية الفرحة، ناس الحومة، كلام مغربي فيها كلام قديم شوية من التراث ديالنا، وإن شاء الله تعجب الببليك. والواضح أنه عادل رح يعتمد الاستراتيجية اللي عم يتبعها معظم المغنيين مع إطلاق الألبومز واللي هي إطلاقه كسينجلز. غادي ينزل عمل مورا عمل، لنصور إن شاء الله السادية الكليبات من الألبوم، وغادي تنزل دوكا، وغادي مورا إن شاء الله بواحد شهر ونص ولا شهر تقريبا نحاول ما نتعطلش على الببليك. انا مسانس كنتعطل شويه من العام للعام. هالمره كان عمر اصيل اخو عادل راح يشاركوا بالتمثيل بهالكليب، وهذا مو اول عمل بيجمعهم، فسبق ومثل بكليباته السابقه. اجواء سينا كما كنتم حاضرين معنا، اجواء ديز واحد فيلينغ واعر بين التيم مع خي عادل. هاد المره نبدل شويه، كليب ما جاش كوميرسيال، فيه شويه ديال التمثيل، شويه ديال حاولنا نشاهدوا اكثر على اللي داز. مفرحني بزاف، وهذه فرصه لي عطاها لي خي، وحتى المخرج محمد علي تعاوني، كنبغي نشكرهم بزاف. هذه فرصه زوينه بزاف.